السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة المعرفة. مرحبا بكم من جديد في عام دراسي جديد بحول الله. هذا نموذج لفرض المرحلة الأولى المستوى السادس ابتدائي. دعنا هنا التمرين الأول، ضع وأنجز. 1745 ضارب 49، 9 ضارب 5 45 تخفض بأربعة، 9 ضارب 4 36، وأربعة 40 تخفض بأربعة، 9 ضارب 7 63، وأربعة 67 تخفض بستة، 9 ضارب 1 9 زائد 6 15، 4 ضارب 25 نكتب الصفر نخفض باثنان، 4 ضارب 4 16 واثنان 18 نخفض بواحد، 4 ضرب 7 28 وواحد 29 نحتفظ باثنان، 4 ضرب 1 4 واثنان 6. عملية الجمع بطبيعة الحال 5 0 15 15 كذلك، وهنا 8. إذن الخارج هو 85,505. نمر للعملية الثانية وهي عملية الجمع، 31,784 زائد 95,000. طبيعي حال الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات وإلى غير ذلك. 4 و 3 7 8 و 1 9 7 ستة وتسعة زائد ثلاثة 12. أوكي. العملية الثالثة وهي عملية الطرح، 48,749 ناقص 12,861. 9 ناقص 1 8، 4 ناقص 6 لا يمكن، 14 ناقص 6 8، 7 ناقص 9 لا يمكن، 17 ناقص 9 8، 8 ناقص 3 5، 4 ناقص 1 2. نمر للعملية الموالية وهي التمرين الموالي. نمر للتمرين الثاني، اكتب بالحروف او الارقام الاعداد التالية. اذا هنا عند 48,600,000. اذا 48 مليون، 48 هاي 48، شنا هي ملايين، وستمائة الف 600,000. أوكي. إذن هنا عندنا 65 مليارا و48,000. إذن عندنا 65 مليارا و48,000 و17. إذن الملايين ما كاينينش، وهنا 48,000. إذا 48 هي هذه مئات الملايين ما كاينش، مئات عفوا الآلاف ما كاينش، وهذه الملايين ما كاينش. إذا 48,000 هي و17. عدد الموالي 3,157,000. 3,157,000. مليار ملايين ما كاينينش، 487,000. 487,000
وثمانون ألف وواحد. أخير قارن الأعداد التالية بوضع علامات الرمز بوضع الرمز المناسب مكان النقط. إذا لاحظوا هنا عندنا 805 نفس العدد، هنا كذلك نفس العدد، هنا 127 و128، إذا هذا هو الأكبر. هنا عندنا لاحظوا غير من النظرة الأولى هنا عندنا أكثر من الأعداد 9، وهنا عندنا فقط 6 8. إذا هنا عندنا 8 أرقام وهنا عندنا 9 أرقام، إذا هذا هو العدد الكبير. لاحظوا هنا الموالي، العدد الموالي كذلك من النظرة الأولى عندنا هذا فيه 9 أرقام وهذا فقط 7 أرقام. إذا هنا عندنا 9 أعداد وهنا فقط 7، إذا هذا هو الكبير بطبيعة الحال. هنا عندنا مليار وهنا عندنا 458 مليونا، إذا هذا المليار هو الكبير. نمشي للصفحة الموالية، لاحظوا هنا عندنا رتب الأعداد التالية تزايدين، تزايدين يعني من أصغر واحد إلى أكبر واحد. إذا من النظرة الأولى كيبان أن هذا هو الصغير، لأن هنا عندنا 8 أرقام، هنا كذلك 8 أرقام، ولكن هنا عندنا 84، عندنا 12، إذا هذا هو الأصغر. الرمز أصغر من بطبيعة الحال، إذا هذا مشى، تابعوا هذا، الرمز أصغر من كذلك، إذا هذا مشى، بقى لنا هذا وهذا، كنلاحظوا أن هذا كيبان أكبر من هذا، لاحظوا هنا كم عندنا، عندنا 3 3 6 9 10 هنا. إذا هذا هو الصغير. نمشي للسؤال التمرين الثالث. أتمم الجدول الآتي، رقم العشرات هنا، رقم العشرات هو هذا 6، رقم الملايين لا يوجد، رقم عشرات الآلاف، إذا هذه الآلاف، رقم عشرات الآلاف هو 5، وعدد الآلاف كنجيو نحسبوها من وحدات الآلاف، فين هي وحدات الآلاف؟ هي هذه، إذا من هنا لهذ الجهة اليسار، كل شيء اللي عندنا على اليسار كل شيء نكتبوه من وحدات الآلاف. كي تقولوا عدد الآلاف يعني من وحدات الآلاف اليسار كل شيء نكتبوه، كي يقول لي عدد الملايين كنكتب من وحدات الملايين اليسار كل شيء اللي على اليسار نكتبوه. رقم العشرات هنا هو 3، رقم الملايين هو 6، رقم عشرات الآلاف هو 4، وعدد الآلاف من هذه لديك للجهة الأخرى 9 4. حدد رتبة الرقم 2 في الأعداد التالية. إذا هنا 2 اش كتمثل؟ وحدات الملايين. اثنان هنا كتمثل عشرات الآلاف. اثنان هنا كتمثل المئات. إذا هذا كل ما لدينا. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء بحول الله.